السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح محاضرة الـ Reticular Formation والـ Physiology of Sleep. أول حاجة بيبدأ بالديفينيشن بتاع الـ Ascending Reticular Activating System، بيقول إن هو مالتي نيورونال بولي سينابتيك سيستم أوف نيرف فايبرز. الأوريجين بتاعه من الـ Reticular Formation أو الـ Facilitated Reticular Formation. إحنا عارفين إن الـ Reticular Formation دي تحتوي على نيورونز سنسوري وموتور. طيب الديفينيشن بتاعها إن هي مالتي نيورونال، فيها أعصاب كتير، يعني بولي سينابتيك سيستم بيبقى فيها سينابس وبين نيرفز كتيرة يعني. طيب إيه الباثوي بتاع الـ Ascending Reticular Fibers دي؟ بيبدأ من الـ Reticular Fiber أو Reticular Formation Facilitated Reticular Formation، بعد كده بيتكستند أبورد يروح لـ Non Specific Thalamic Nuclei. طيب بعد كده بعد ما بيطلع من الثالاموس يروح All Areas of Cerebral Cortex. هنفهم هو بيعمل ليه كده، ان هو بيطلع من الريتيكولار فورميشن للنون سبيسيفيك تلاميك نيوكليوي ويروح اول ارياز مش اريا معينه في السيريبرال كورتكس من خلال الفانكشن بتاعته. لكن في ملحوظه تاني ان هو ممكن بعض الفايبرز بروجكت دايركتلي للسيريبرال كورتكس من غير ما تعمل ريلي في الثالاموس. طيب ايه الفانكشن بتاعته؟ ان هو مسؤول عن الاستيميوليشن والانكريز الاكزايتابيليتي بتاع الكورتيكال نيورونز، هو اللي بيخلي السيريبرال كورتكس شغال او مسؤول ان هو يبدا التشغيل بتاعها. طيب عشان كده هو ريسبونسبل فور alert ريسبونس والكونشسنس والويكفولنس. من خلال ان هو بيعمل اوبتيمال كورتيكال اكزايتابيليتي، بيزود الاكزايتابيليتي وبيعمل استيميوليشن زي ما قلنا اول حاجه for conscious perception of sensory signals، يعني بيخلي cerebral cortex قادرة إن هي تعمل تريسيف وانتربريتيشن للسنسوري سيجنالز، على عكس مثلا واحد نايم cerebral cortex بتبقى مش شغالة، مش قادرة تعمل انتربريتيشن ولا perception للسنسوري سيجنالز. زي ما بنقول لو حصل له depression في ال ascending reticular fibers دي أو الشخص ده هينام، هيحصل له sleep. لكن لو حصل دامج عن طريق مثلا فاسكولار ليجن، سواء امبوليزم او ثرومبوزس او ايا كان يعني، او تيومرز اوف البرين ستيم، لان هي غالبيتها بتبقى موجوده في البرين ستيم سواء فاسيليتاتوري او انهبيتوري ريتيكولار فورميشن عموما يعني، لما بيحصل لها دامج بيحصل الشخص ده كوما وبيبقى كوماتوست. طيب الاكتيفيتي بتاع الاي ار اي اس دي في فاكتورز بتاثر عليها، فاكتورز بتزودها فاكتورز بتقللها. ايه الفاكتورز اللي بتزودها؟ من خلال ان هي بتزود الاكتيفيتي بتاع الريتيكولار فايبرز دي، بتزود الاكتيفيتي برضو بتاع البرين او ان هي تبدا الشغل بتاع البرين يعني، فبالتالي بتزود الالرتنس او الاراوزر رياكشن، يعني الشخص بيبقى متيقظ اكتر وصاحي اكتر، ما بينامش او ما بيحسش بشعور النعس ده. اول سنسوري سيجنالز خاصه البين، احنا خدنا قبل كده في البين ان هو ليه كذا باث واي، منها ان هو بيروح للنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي برضو وبيروح للاول ارياز اوف ذا برين. تمام، في السلوبين كان بيعمل كده، كان بيروح للاول ارياز اوف سيريبرال كورتكس يشغلها فيعمل اراوزر رياكشن، وبرضو البروبريوسيبتيف سنسيشن والاوديتوري سيجنالز. عشان كده الشخص مثلا لما يكون نايم اول الحالات ما يعرفش ينام فيها لما يكون مثلا بين ضرس وجعه او كده، بروبريوسيبشن وبرضه الاوديتوري سيجنالز، مثلا حد يجي يحركه او حد يتكلم بصوت عالي او في صوت عالي جنبه، فبالتالي بيصحى من النوم او ما بيعرفش ينام عشان بيحصل بيزيد الاكتيفيتي بتاع الاي ار اي اس. تاني حاجه الكورتيكو فيول سيجنالز. طيب دي بتبقى منين؟ من الموتور كورتكس ديورنج الفولنتري موفمنت. اكيد ما ينفعش طبعا والشخص بيتمشى او بيتحرك يحصل مثلا انهيبيشن في الاي ار اي اس، فزي ما بنقول ديورنج الفولنتري موفمنت اكيد الشخص وهو بيتحرك ما ينفعش يحصل انهيبيشن في الاي ار اس، في مثلا ينام او كده ديورنج الفولنتري موفمنت. طيب تاني حاجه الليمبيك اسوسيشن اريا during emotions، الشخص برضو لما مثلا يبقى متعصب او زعلان او كده ما بيعرفش ينام او بيزيد الاعداء نتيجه الزياده في الاكتيفيتي بتاع الاي ار اس. في الاناليبتيك دراجز اللي هي المنبهات زي الكاتيكولامينز والانفيتامين والكافيين، دول برضو بيزودوا الاكتيفيتي بتاع الريتيكولار فايبرز. الفاكتورز اللي بتعمل انهيبيشن او بتقلل الاكتيفيتي بتاع الاي ار اس lack of sensory او كورتيكو فيوجل سيجنالز، طبيعي ان الشخص مثلا قاعد مفيش بين ومفيش مثلا اي شعور يصحي من النوم، او مثلا
ومش بيتحرك مثلا نايم على السرير او كده، طبعا هيقل الاكتيفيتي بتاع الاي ار اس ده، مثلا هيساعده ان هو اي فاسيليتيت الانست اوف سليب، هيساعده ان هو يخش في النوم كده. والسيجنالز برضو في فروم سليب سنترز زي ما بنقول، يعني لو جت سيجنالز من السليب سنتر اللي موجود فيه ريتيكولار فورميشن، ده هيقلل الاكتيفيتي بتاعتها عشان يسهل الانست اوف سليب. واكيد السي ان اس ديبريسنت دراجز زي الهيبنوتكس والسيداتيفز والجنرال انستيزيا، دول هيعملوا هايبر بولاريزيشن، فهيمنعوا ان يحصل اكزيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. تاني موضوع بنخش عليه اللي هو الكترو انكيفالوجرام او انكيفالوجرافي، الديفينيشن بتاعه في كلمة مهمة اللي هي السبونتينيوس. طيب ايه هو ده؟ عبارة عن the record of spontaneous electrical activity of the brain. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ان انت بتسجل الالكتريكال اكتيفيتي للبرين بتاع شخص سبونتينيوس من غير ما يكون في اي اكتيفيتي زيادة، يعني في الحالة الطبيعية شخص قاعد ريلاكسد كده، انت بتسجل له الالكتريكال اكتيفيتي بتاع البرين، مفيش مثلا ضغط عليه او مفيش هو بي او ما بيفكرش في موضوع معين او مشكله معينه، مفيش اي نوع من الاكتيفيتي زياده في البرين وانت بتسجل ده، عن طريق ان انت بتابلاي الكترودز للسكالب في البيشنت، ما يكون موجود في كالم روم اوضه هاديه، ما يكونش فيه اوديتوري سيجنالز تعمل له انكريس في الاكتيفيتي، ويكون كومفورتبل تمبريتشر برضو عشان ما يتاثرش، واكيد كومبليت فيزيكال اند مينتال ريست عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الانكريس في الاكتيفيتي بتاع البرين. طيب اللي بنرسمه بيطلع في هيئه موجات ويفز، الويفز دي بيبقى ليها امبليتيود شده وفريكوانسي التردد، الامبليتيود بيكون من 0 ل 100 واحيانا بيوصل ل 200 في بعض الحالات، والفريكوانسي من 1 ل 50 وبيوصل ل 100 برضه في بعض الحالات، الامبليتيود بالملي فولت والفريكوانسي بالهرتز. طيب في 4 أنواع من الويفز بيبقوا موجودين، ألفا وبيتا وثيتا ودلتا. طيب الأربع ويفز دول هناخد عنهم 4 حاجات، الفريكوانسي والأمبليتيود والمكان بتاع الريكورد، بنعمل ريكورد من أنهي سايت في السكول، وحالة البيرسون اللي بنعمل له الريكورد ده. طيب أول حاجة الفريكوانسي، الألفا دي سريعة بس سريعة نسبيا مش أسرع حاجة، بيتا أسرع منها، الثيتا دي بطيئة بس بطيئة نسبيا، والدلتا دي الأبطأ. طيب هنبدأ بالفريكوانسي. طيب في حاجة لازم نقولها، إن الأمبليتيود والفريكوانسي عكس بعض، يعني لو زاد الفريكوانسي تردد الموجة مثلا زي هنا، لو زاد ده الفريكوانسي عالي خالص لأن هي بتكون في البيتا، فالفريكوانسي عالي خالص فالأمبليتيود صغير، الشدة يعني الطول بتاع الموجة بسيط، على عكس مثلا هنا الدلتا الموجة كبيرة وعدد الويفز قليل، فالامبليتيود من خلال كده الامبليتيود بتناسب مع عكسيا مع الفريكوانسي. طيب فهنبدا، الفريكوانسي بتاع الالفا ويف من 8 ل 13، بتاع البيتا من 18 ل 30، ممكن تحفظهم كده 8 13 اعكس 18 30، والثيتا ابطا من الالفا فهتبقى من 4 ل 7 يعني قبل ال 8، والدلتا هتبقى من 1 ل 3 هرتز. طيب الامبليتيود ده سهل، احنا بنقول ان الامبليتيود عكسي مع الفريكوانسي، فاكيد الالفا هتكون اكبر من البيتا فهتبقى 50 ملي فولت، البيتا هتكون 20 مثلا زي نص الالفا بس 20 بس، والثيتا والدلتا الاثنين 100 ملي فولت. طيب السايت اوف ريكورد، هنعمل ريكورد فين في السكال؟ الالفا بتكون من البرايتال والاكسيبيتال، يعني البرايتال والاكسيبيتال لوبس على السكالب من بره طبعا، والبيتا بتبقى من الفرونتال لوب، والثيتا بتبقى من البرايتال والتيمبر. طب بالنسبه للدلتا، الدلتا دي من كل الاماكن في السكال لكن بشروط هنقولها كمان شويه. طيب الايج والستيت بتاع البيرسون دي، يعني كل ويف من الويفز دي بتظهر في ايج او ستيت معين الشخص بيكون موجود فيه. طيب الايج والستيت بتاع البيرسون اخر حاجه دي، الحاله يعني الويفز دي مش بتبقى موجوده في كل الاشخاص وفي كل الاوقات، لا يعني كل ويف بنحصل عليها في حاله معينه في عمر معين. طيب هنبدا من الدلتا، الدلتا انا هقسمهم للجزئين، لما يكون الشخص صاحي ولما يكون الشخص نايم. طيب هنبدا لما يكون الشخص صاحي، الدلتا ويف نحصل عليها امتى؟ لما يكون الشخص اللي هنعمل له الريكورد ده او الاي اي جي ده يكون انفانت صغير. ليه؟ لان الانفنت البرين بتاعه مش بيعمل اكتيفيتي كبير اساسا، يعني هو لسه ما مش كومبليت ديفلوبمنت اساسا، فبالتالي هنحصل على الدلتا ويف اللي هي ايه،
كبيره في الامبليتيود لكن صغيره في الفريكوانسي. طيب بالنسبه للثيتا دي بتبقى اكتر في الفريكوانسي لكن اقل في الامبليتيود، فهنحصل عليها في شخص في تشايلد بيكون الديفلوبمنت زاد اكتر لكن مش بصوره كبيره برضو زي مثلا البيتا او الالفا. طيب البيتا ده لازم يكون، نبدا نمسك الالفا الاول. الالفا يكون شخص اويكن صاحي ادلت كبير وريلاكسد، يعني ما فيش اي حاجه شاغله باله ولا منتال ولا فيزيكال اكتيفيتي، واي كلوزد ايز لازم يكون عينيه مغلقه يعني وكده، فبالتالي ما فيش اي نوع من الاستريس او الاكتيفيتي زياده عليه، فهنحصل على ويفز كبيره في الامبليتيود نسبيا وكذلك في الفريكوانسي وصغيره في الامبليتيود. طيب لكن البيتا دي اللي هي بتبقى الاسرع يعني اكتر فريكوانسي واقل امبليتيود، دي بتكون في شخص ادلت during brain activity، دي لازم يكون فيها brain activity لو الشخص ده صاحي او wakeful، يعني لازم يكون فيه brain activity بس ما يكونش مثلا حاجه صعبه او كده، لا بيكون خلال مثلا مساله ان هو بيحل مساله حسابيه بسيطه او مثلا بيفكر في فكره بسيطه، مش حاجه معقده مثلا زي شرح او ان واحد بيذاكر او كده. طيب دي اول حاجه، لازم يكون الاشخاص كلهم صاحيين عشان نحصل على الويفز دي، زي ما قلنا كل واحد بيبقى ليه حاله معينه. طيب لو الشخص ده نايم او الشخص اللي انا باخد منه الاي اي جي ده نايم، في الدلتا هيكون ديورنج الديب سليب. السليب ليه ستيجز، تكون لايت وديب. طيب ديب سليب ده بتظهر اول ما بنعمل فيه ريكورد بيظهر فيه دلتا ويفز. طيب اللايت سليب بتظهر فيه الثيتا ويفز، لكن في نوع تاني من او ستيج تاني من الستيجز اوف سليب اسمها ريم سليب. ريم دي اختصار رابيد اي موفمنت سليب، يعني الاي بتكون بتتحرك. دي غريبه ان هي بتظهر في البيتا ويفز، فيعني المفروض ان الشخص هنا بيكون صاحي وعينيه مفتوحه وبيفكر في موضوع يعني او في مساله بسيطه، وان هي تحصل في السليب دي حاجه يعني غريبه، فعشان كده ليها اسم تاني، او السليب ده ليه اسم تاني اسمه بارادوكس سليب، ان هو بيحصل فيه البيتا ويفز المفروض بتحصل في شخص يعني مخه نشط، لكن هي بتحصل برضه اثناء السليب وهنقول ليه في الستيجز اوف سليب بعد شويه. لكن الالفا دي ما بتحصلش في شخص سليب ابدا، يعني ما نو سليب ما بتحصلش مع السليب تمام. طيب دي الويفز اللي احنا بنتكلم عليها، بتوضح الفريكوانسي بتبقى اعلى في البيتا واقل في الالفا والثيتا والدلتا. طيب في حاجه عايزين نوضحها بس، ان الزمن يعني هنا عباره عن الزمن 1 سكند بيوضح عدد الويفز اللي موجوده فيه، فده الفريكوانسي. في ويفز تاني ممكن تتسجل في بعض الكونديشنز زي الجاما ويفز، دي الفاستست بتوصل ل 100 هرتز during intense brain activity، يعني مثلا الشخص ده بيكون مثلا زي الكوجنيتيف فانكشن في الميموري والليرنينج، يعني الشخص ده لازم يكون شغال في حاجة تقيلة زي المذاكرة زي الشرح زي مثلا بيحلل حاجة أو مستني نتيجة حاجة فبيفكر فيها بشكل كبير، فبتظهر خلالها الجاما ويفز بتكون عالية في الفريكوانسي أكتر من الدلتا أكتر من البيتا سوري، بتوصل ل 100 هرتز. طيب في برضه اللامدا ويفز دي بتبقى في الأوكسيبيتال أريا ديورينج الفيجوال أتنشن، الشخص ده بيشوف كذا فيجوال فيلد مختلف أو حاجات بسيطة كده بتشغل الأوكسيبيتال أريا عنده المسؤول عن الفيجن، فبالتالي بنعرف نعمل ريكورد لللامدا ويفز دي من هناك. السيجنيفيكانس بتاع الالكترو انكيفالوجرام بيعمل ليكولايزيشن اوف برين تيومرز. طيب البرين تيومرز دي ليها احكام مختلفه، ممكن تكون سمول او لارج. طيب ايه اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معايا في الاكتيفيتي اللي هتظهر لي، مثلا الطبيعي للمنطقه دي اثناء ان الشخص يكون صاحي وبيفكر تطلع منها ويفز معينه بطريقه معينه. طيب لما يكون في تيومر سواء حجمه كبير او صغير ده بيأثر على الويفز اللي بتطلع. تاني حاجة diagnosis of grand mal and petite mal epilepsy. الإبيليبسي ده لما بيقولوا الناس لما بيتكلم الناس بيقول عنده كهرباء على المخ أو كهرباء زيادة على المخ، ده اللي هو الإبيليبسي اللي هو الصرع يعني، فمن خلال الـ EEG بنعرف نحدد نوع الصرع، بيبقى ليها أشكال خاصة معينة كل نوع بيبقى بيتحدد من الويفز اللي طالعة منه. طيب بعد كده diagnosis of stage sleep، زي ما بنقول كل ويف بتظهر في مرحلة معينة، لو الشخص ده عملها له في شخص نايم بتظهر في كونديشن معينة.
والسليب ديسوردرز بنعرف نعمل لها دياجنوز برضو من خلال الاي اي جي. كونفيرميشن اوف البرين ديث بيطلع ما فيش اي ويفز، فبالتالي ما فيش فانكشن في البرين ولا الكتريكال اكتيفيتي، فبنعرف نعمل كونفيرميشن اوف البرين ديث. بعد كده الفيسيولوجي اوف سليب الديفينيشن بتاعه ده فيسيولوجيكال ستيت اوف تمبوراري انكونشسنس. طيب التمبوراري انكونشسنس دي هل بيرمننت، هل سوري يعني ما لهاش حاجه تنهيها؟ لا، اللي بينهيها ان الشخص ممكن يصحى عن طريق بروبر ستيمولاي، سواء كان صوت او بين او بروبريوسبشن، حد بيحركه مثلا. فده الفرق ما بين السليب والكوما، ان هي ممكن تنتهي، السليب ممكن ينتهي عن طريق بروبر ستيمولاي، لكن الكوما بتبقى ايه مع نفسها. ديوريشن اوف سليب في الأدلت بتبقى من 7 لـ 8 ساعات، النيو بورن بتبقى من 16 لـ 18 ساعة، لأن هو لسه ما عندوش أكتيفيتي كتيرة في البرين أساسا، فبينام ساعات ساعات كبيرة. الأولد بيرسون في كذا ميكانيزم بيحصل فيه إن عدد الساعات اللي سليب بتقل نتيجة مثلا زيادة في الأكتيفيتي، إن هو مشغول بكذا فكرة عليه مشاغل أو كده، أو الشغل أو ظروفه يعني، فبتقلل عدد الساعات النوم في الأولد بيرسون. بعد كده الـ Waking Sleeping Rhythm ده بيتم عن طريق بيبقى Circadian Rhythm Synchronized with Daily Light Dark Cycle. حلو. طيب الإنسان لما بيطلع الصبح بيشوف الشمس وبيشوف إضاءة وكده، الليل نفس الكلام، مفيش إضاءة، فربنا سبحانه وتعالى عمل Pathway من خلال الريتنا بيخش يظبط الريتم بتاع النوم، إن إحنا بننام المفروض ننام بالليل ونصحى الصبح، ده الطبيعي يعني. في برضو فاكتورز بتأثر على الريتم ده أو على الأونست والديوريشن أوف سليب. الكولد والفير، زي الكولد والفير بيبريفنت الأونست، بيمنعوا إن السليب يبدأ، يعني مثلا لو واحد مستعد إن هو ينام، لو الجو برد أو خايف، هو خايف من امتحان أو خايف من حاجة، فالمفروض إن هو ما ينامش يعني، أو ما يقدرش يخش في النوم بسهولة. الفتيج او البوردم، مثلا لو حد تعبان او زهقان مثلا من اي حاجه، ده بيسهل الاونست اوف سليب، الشخص ممكن ينام بسهوله مع الفتيج او البوردم. In days preceding examination, the student may use sleep as escape way to avoid studying. ممكن معظمنا بيستخدم الحوار ده، ان كل ما يتزنق في كام محاضره بيروح ينام على طول عشان يهرب من المذاكره اللي عليه. طيب السليب سايكلز وتايبس اوف سليب، المفروض ان احنا بننام خلال الليله الواحده من 4 لـ 5 سايكلز، كل سايكل فيهم لمده 100 مينت، و تو تايب السايكل كومبوز اوف تو تايبس اوف سليب، حاجه اسمها سلو ويف سليب او نان ريم سليب، وبارادوكسيكال سليب او ريم سليب زي ما قلنا فوق في الاي اي جي. المفروض ان السليب بيبدا بالسلو ويف لمده 80 مينت، وبعد كده يبدأ بالريم سليب بعديه لمدة 20 مينت. طبعا السايكل دي بتبدأ تتكرر ورا بعض لحد ما خلاص ينتهي العدد السايكلز والشخص ده يبدأ يفوق منه. طيب في مقارنة ما بين السلو ويف سليب أو النان ريم سليب والبارادوكسيكال أو الريم سليب، دي 10 نقط ما بين الاتنين. أول حاجة التايمينج، المفروض إن احنا قلنا هنا إن الشخص بيبدأ السليب بالسلو ويف سليب او ان انا ريم سليب، يعني احنا هنقول سلو وريم على طول. طيب بعد كده الديوريشن، احنا قلنا ان هو كل سايكل بتبقى 100 مينت، 80 منهم سلو ويف، فهو بيمثل 80% من السليب تايم، يعني مثلا الشخص ده نام 5 سايكلز، هو 80% منهم سلو ويف، يعني حوالي 4 سايكلز او 80% من الوقت بتاع السليب بيبقى سلو ويف. البارادوكسيكال بيبقى 20. طب ايه الاستيجز بتاع السلو ويف؟ يعني السلو ويف السليب كله بيتكون من تو تايبس، سلو ويف وبارادوكسيكال. السلو في 4 ستيجز والبارادوكسيكال في ستيج واحده. الفور ستيجز بتاع السلو سليب فيري لايت سليب، ودي قلنا عليها ان احنا الثيتا ويفز بتظهر في اللايت سليب عموما. اللايت دي في منها فيري لايت ولايت بس. طيب الفيري لايت ده بتظهر فيه الثيتا ويفز بشكل طبيعي مفيش مشكله، لكن اللايت بس بيظهر فيها حاجه اسمها سليب سبيندلز. السليب سبيندل دي عباره عن لارج الفا ويف لايك ويفز، طيب عشان نوضحها بشكل كويس، دي السليب سبيندل، دي خلال اللايت سليب بيبقى ثيتا ويفز عاديه،
في خلال اللايت سليب بس يحصل سوبر امبوز اوف الفا ويفز في الثيتا ويفز. يعني الثيتا ويفز تكون شغاله عادي، يجي شويه الفا ويفز في النص كده بشكل معين، ان هم بيبداوا بفريكوانسي او امبليتيود قليل، بعد كده يزيدوا في الامبليتيود، بعد كده يقلوا في الامبليتيود تاني ويرجعوا للثيتا ويفز عادي. ده السليب سبندل. طيب بعد كده ستيج 3 اللي هي مودريتلي ديب سليب، دي بتظهر فيها الدلتا ويفز بس برضه بشكل معين، بيكون الفريكوانسي بتاعها 3 هرتز. والستيج 4 اللي هو الديب سليب، الدلتا ويفز بتكون 1 هرتز. طب ايه الفرق ما بينهم، او ازاي عرف ان في ستيج 3 وستيج 4 او الكلام ده؟ وهما بيعملوا ريكورد للبرين في المرحلة دي، لقوا ان الدلتا ويفز على طول بتبقى 3 هرتز، مش مختلفة، مش مثلا 3 2 1 1 2 3، لا 3 مستمرة 3 هرتز في الستيج بتاع المودريتلي ديب سليب. لكن الديب سليب بيبقى الدلتا ويفز بتفضل 1 هرتز على طول، يعني فريكوانسي 1 هرتز بس. طيب نكمل. بعد كده نخش على الباقي. الايز خلال السلو ويف سليب تبقى ديفيتد اب وميوزز. طيب ده بيحصل ليه؟ المفروض خلال السليب الباراسمباثيك نيرفس سيستم هو اللي بيبقى مسؤول عن سليب او كده، فده بيسبب ميوزز، ان يحصل كونستريكشن في الايريس او كده، والاي بيحصل لها ديفيشن اب. طيب الدريمز في السلو ويف سليب تبقى ابسنت، وحتى لو حصلت الشخص ده مش هيفتكرها، لان هي ما بتروحش على الميموري وما بيحصلهاش كونسوليديشن، فبالتالي الشخص ده بينسى، ممكن يقوم من النوم ايوه انا حلمت بس مش فاكر انا حلمت بايه. طيب بالنسبه للاديكشن في الميل بيبقى ابسنت عشان ما فيش دريمز. طيب الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر في المرحله دي بيبقى بيقل، يعني او بيحصل له ديكريز، ده نتيجه ان ما فيش دريمز او نايت ميرز تزود الهارت ريت او الريسبيراتوري ريت او البلاد بريشر. ماسل تون بيحصل فيها سلايت ديكريز. سليب توكينج او ووكينج. طيب اخر اتنين دول هنسيبهم للاخر، نبدا بعد كده في البارادوكسيكال سليب او الريم سليب. ده بيبدا امتى؟ بعد الفورث ستيج اللي هي الديب سليب اوف نون ريم سليب. قلنا ان هي 20% اوف سليب تايم. الستيج بتاعتها بيبقى لايت سليب، بيحصل فيها سمول رابيد ريجولار بيتا ويفز، زي ما قلنا فوق ان هي حاجه بارادوكسيكال، حاجه متناقضه او متعاكسه. المفروض الشخص ده يكون نايم، ما يكونش فيه اكتيفيتي او ويفز كبيره زي البيتا ويفز، ولكن هنا بيحصل فيها سمول رابيد ريجولار بيتا ويفز لايك ان ان اليرت بيرسون. طيب الايز ايه اللي هي حالتها بتكون ازاي؟ بيبقى فيها رابيد اي موفمنت، فعشان كده اسمها ريم او رابيد اي موفمنت سليب. الدريمز بتكون موجودة وممكن الشخص لما يصحى من النوم يفتكرها. الإديكشن عشان في دريمز هنا فبيبقى يحصل هنا. الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر بيزيد هنا، خصوصا لو في مثلا نايت مير أو كده، الشخص بيقوم مفزوع، بيبقى الهارت ريت عنده عالي والريسبيراتوري ريت بيتنفس بصعوبة برضه، فبيزيد الريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر. طيب اخر ثلاثة بناخدهم مع بعض مقارنة. يعني الماسل تون هنا بيبقى فيها سلايت ديكريز، هنا ماركت ديكريز، وممكن يسموها سليب باراليسيز. ليه ماركت ديكريز؟ هنا الشخص هنا عادة ما يكونش فيه أحلام، فالشخص عادي ما فيش مشكلة، مش هيقدر يتحرك أو مش هينوي إن هو يتحرك، أو يعني أو السيربرال كورتكس مش هتخليه يتحرك. لكن هنا الشخص بيبقى فيه سليب، وبيبقى فيه دريمز عفوا، والشخص ده بيبقى عايز يحقق الحلم اللي هو بيحلم بيه ده، مثلا عايز يتحرك، عايز يضرب حد، عايز كده. فربنا سبحانه وتعالى زود قلل الماسل تون هنا نهائيا أو بشكل كبير، يعني لدرجة ان هو ممكن يبقى sleep paralysis عشان الشخص ده ما يعرفش يحقق الحلم اللي هو بيحلمه، او مثلا ما يتحركش او ما يعورش نفسه يعني. طيب نتيجة الكلام ده ال sleep talking او walking، هنا ال decrease في muscle tone بيبقى slight، فممكن يحصل sleep talking او walking. لكن هنا بما ان في ماركت decrease في muscle tone، فهيبقى الحوار التوكينج والووكينج ده هيبقى صعب ان هو يحصل ويكون absent غالبا. الاويكننج يعني الشخص ده، هل ان انت تصحيه سهل او صعب، او هياخد وقت قد ايه، او الستيميولس اللي محتاجه عشان يصحى، هل هو هاي ثريشولد ولا لو ثريشولد. هنا في سلو ويف سليب بيبقى فاريبل اكوردنج للستيج، مثلا في اللايت سليب او الفيري لايت سليب بيبقى سهل، بعد كده بيبقى صعب وهكذا. انا مش عارف يعني الصراحه المعلومه دي صح ولا لا، بس تقريبا سمعت حاجه زي كده يعني. في الريم سليب هنا المفروض ان عندك اعلى اكتيفيتي في السليب، لكن برضو هنا صعب ان انت ديفيكلت ان انت تصحي الشخص هنا.
بيحتاج هاي ثريشولد. طب في تو ميكانيزمز للسليب ازاي بيحصل، لكن في حاجة أساسية إنه بيحصل ديبريشن أوف السيريبرال كورتكس سكندري تو انهيبيشن أوف الـ ERAS سيستم أو أكتيفيتي عن طريق تو ميكانيزمز أو ثيوريز. أول ميكانيزم اللي هو الباسيف ميكانيزم، ده بيحصل باسيف انهيبيشن أوف الأسندنج ريتيكولار فايبرز نتيجة الفتيج أو الإليمينيشن أوف إتس إكزايتنج ستيمولاي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا الشخص صاحي بقاله كذا فترة وفترة كبيرة أو كذا يوم، فبالتالي بيحصل فتيج في الكيميكال ترانسميتر بيقل وكده، فبالتالي بيحصل فتيج في الـ ERS أو Elimination of Exciting Stimuli. يعني مثلا الشخص ده كان عنده بين ألم في ضرسه وبقاله كام يوم مش عارف ينام، لما الاستيمولاي ده راح أو مثلا عالج ضرسه، فبالتالي مفيش الاستيمولاي اللي بيسبب الالرتنس، فبالتالي هيحصل Passive Inhibition of الـ ERS. طيب الـ Active Mechanism ده الميكانيزم الحقيقي اللي بيحصل فيه inhibition of الـ EARS due to stimulation of الـ sleep centers. طيب كل مرحلة من الـ sleep ليها center معين، وكذلك إن الشخص ينام بالليل ويصحى الصبح دي ليها rhythm معين من خلال nucleus معين. طيب الـ centers دي non REM sleep، ده الـ center بتاعه رافي nuclei موجودة في الـ upper medulla والـ lower bones. طيب ايه الكيميكال ترانسميتر؟ سيروتونين. احنا كنا واخدين ان السيروتونين ده انهيبيتوري واكزيتاتوري، لكن هنا بيكون انهيبيتوري. طيب بالنسبه للريم سليب النيوكلياي اوف ريتيكولار فورميشن في البونز، الكيميكال ترانسميتر هنا اسيتايل كولين. طيب اسيتايل كولين ده غالبا بيبقى اكزيتاتوري. طيب اكزيتاتوري ازاي وفي سليب؟ احنا قلنا ان هنا بيبقى فيه البيتا ويفز اللي هي هاي فريكوانسي، ده دليل ان في اكتيفيتي عالي في المخ، فده السبب ان الاسيتايل كولين او هو اللي بيفرز في الريم سليب. بعد كده الويكينج سليبنج ريد، ده عن طريق نيوكليس اسمها سوبرا كايزماتيك نيوكليس موجوده في الانتيريور هايبوثالاموس، دي بتشتغل ان الشخص المفروض ينام بالليل ويصحى الصبح طبيعي يعني من غير اي حاجه، والكيميكال ترانسميتر برضو انهيبيتوري اللي هو السيروتونين، بحيث ان السيروتونين يبدا افرازه بالليل او يشتغل بالليل في من السوبرا كايزماتيك نيوكليس، فالشخص ينام بالليل طبيعي ويبدا يقل افرازه الصبح فيبدا الشخص يصحى. طيب الفسيولوجيكال تشينجز ديورنج سليب، ده كلام سهل خالص تقريبا كنا واخدينه في سنه اولى، على الكارديو فاسكولار سيستم في الريم سليب، النون ريم سليب الهارت ريت والبلاد بريشر بيقل طبيعي، ان هو مفيش دريمز ولا نايت مير ولا اي اكتيفيتي في البرين، شخص نايم. لكن في الريم سليب ممكن لو كان في دريم او نايت مير ممكن بيزيد الهارت ريت والبلاد بريشر، وكذلك الريسبيراتوري سيستم نفس الكلام في الكارديو فاسكولار. طيب النيرفس سيستم الفولونتري اكتيفيتي والسنسوري بيرسبشن يبقى ابوليشد، يعني اكيد وانت نايم مش هتنوي تتحرك وتقوم تتحرك او هتحس مثلا بالسيجنالز الا لو كان استيمولاي قوي كافي ان هو يصحيك. طب بالنسبه للريفلكسز، معظم الريفلكسز بتسابير تختفي نتيجه ان السيريبرال كورتكس حصل لها انهبيشن فمش هتشتغل عشان يشتغل ريفلكسز، لكن الريفلكسز اللي بتكون سباينال او بروتكتيف، البروتكتيف زي الفليكشن ويذدرول ريفليكس ده بيبقى ديبريست، لكن ممكن برضو يحصل وان هو بيحصل على مستوى السباينال كورد. طيب البلانتر ريفليكس بيبقى بوزيتيف بابينيسكي ساين اللي هو دورز فليكشن اوف الثامب، البلانتر ريفليكس بوزيتيف بابينيسكي ساين اللي هو دورز فليكشن اوف البيك تو وفانينج اوف الفور لاترال توز. البلانتر ريفلكس بيعمل شو بوزيتيف بابينيسكي ساين اللي هي دورز فليكشن اوف البيك تو والفانينج اوف اللاترال توز. طيب بالنسبه للماسل تون والميتابوليك ريت والبادي تمبريتشر بتقل نتيجه ان الماسل تون بيقل في المرحلتين، بيبقى سلايد ديكريز في سلو ويف سليب وماركت ديكريز في الريم سليب، فلما يقل الماسل تون يقل البادي تمبريتشر. احنا عارفين ان الماسل تون ده مسؤول برضو عن البادي تمبريتشر او الريجوليشن بتاع البادي تمبريتشر، برضو هيقل الميتابوليك ريت والاكسبندتشر اوف انرجي. طيب الاندوكراين سكريشن ده اكيد هنكون فاهمينها من الاندوكراين، معظم الهرمونز اثناء السليب بتقل الا بعض الهرمونات زي الجروث هرمون والاي دي اتش. الجروث هرمون ده احنا عارفين ان المفروض ان الجروث بيحصل احسن اثناء السليب عشان عكس الجاذبيه والكلام ده، والاي دي اتش طبعا عشان المفروض ان الشخص ده نايم مش محتاج ان هو يصحى كتير عشان يخش الحمام. طيب الاي سي تي اتش والكورتيزول دي معلومه عارفينها برضو من الاندوكراين، ان هو بيبقى مينيمم ات ميد نايت وماكسيمم ات 8 ام. السليب ديز اوردرز
الانسومنيا دي الكومينست ديز اوردر ديفينيشن lack of sleep in spite of convenient surrounding environment. يعني ايه؟ يعني الشخص ده مهيأ كل ظروف ان هو ينام هدوء ونور مطفي ومفيش اي ازعاج او حاجه تعمل له alertness او بين حتى، لكن هو برضه مش عارف ينام. طب ايه الكوزز بتاعتها؟ طيب الكوزز بتاع الانسومنيا ممكن تكون سايكولوجيكال زي ما قلنا، الفير او الانكزايتي والكولد بيمنعوا الانست بتاع السليب اساسا، واكيد الاناليبتيك سابستنس اللي هي المواد المنبهه زي الكافيين او النيكوتين او غيره. ده بالنسبه للاسباب الغير عضويه، يعني مش في الجسم او كده. طيب الريتيتيف ليجنز اوف البوستيريور هايبوثالاموس على هايبوثالاموس والدامج اوف سليب سنتر، الاثنين دول بيؤدوا الانسومنيا. دامج في سليب سنتر اكيد لان هو ما بيعملش انهبيشن للسيريبرال كورتكس والشخص يفضل صاحي، والريتيتيف ليجن اوف البوستيريور هايبوثالاموس بيمنع بيفضل يعمل استيميليشن للريتيكولار فورميشن، فما فيش انهبيشن ليها، فبالتالي الشخص يفضل اليرت وصاحي. الافكتيف الافكتس بيبقى ديكريز في الكونسنتريشن والميموري وبيزار بيهيفير temporary neurosis و psychosis، يعني الشخص يتغير في طباعه ويبقى مختلف شوية، يتعصب شوية، ينام شوية، مش ينام أكيد يعني، بس يتعصب مثلا أو يتغير في طباعه عموما. hallucinations يشوف حاجات مش موجودة. hypersomnia prolonged sleep ينام لفترات طويلة أطول من 7 لـ 8 ساعات متواصلين اللي احنا قلنا عليهم، أو أكتر من 10 ساعات عموما يعني. ناركوليبسي ده عبارة عن شخص بيبقى لسه صاحي من النوم مثلا الصبح وعنده رغبة مش قادر يقاومها إن هو ينام تاني، irresistible desire to sleep during the daytime، ده الناركوليبسي. ممكن ان disorders بتبقى مع non REM sleep زي السليب توكينج قلنا، عشان مفيش muscle tone، مفيش decrease في المسل تون كفاية، فالشخص ده ممكن يتكلم وهو نايم، وحصلت مع معظمنا مثلا أيام الامتحانات وهو بيكون مشغول فبيتكلم مثلا وهو نايم عن بيتكلم وهو نايم، يعني أنا لاحظت الحوار ده. و sleep walking اسمه somnambulism، سمنة ال sleep ambu اللي هو حركة وليزم يعني disorder، فال sleep walking برضه بيحصل في ال non REM sleep. bedwetting دي ممكن تحصل برضه nocturnal enuresis، دي بيبقى ليها أسباب معينة. ال REM sleep ممكن بيبقى معاه disorders تانية زي ال excessive swallowing، الشخص يفضل يبرع ريقه كتير، و teeth grinding اللي هو الشخص بيجز على أسنانه كده اسمه bruxism، والريم بيهيفير ديس اوردر مفيش ديكريس في المسل تون، دي بتبقى اخطر حاجه طبعا ممكن تحصل، لان الشخص في الريم سليب بيحلم وممكن يقوم يتحرك ويعمل الحاجات اللي في احلامه دي، مثلا هو بيأذي حد او كده، فدي بتبقى مشكله كبيره لانه فعلا ممكن يأذي حد من غير ما يكون قاصد ان هو يعمل كده، يعني ده بيبقى من خلال الحلم بس. وسليب ابنيا، ابنيا اللي هو ما بيقدرش ياخد نفسه، ده بتحصل غالبا في الاوبيس بيشنت لانه بيبقى ليه اسباب كتيره، ان هو مثلا بيضغط على الصدر والوزن الزياده ده، او بيبقى ليه اسباب تاني ان هو مثلا اللايننج بتاع التراكيه والكلام ده بيبقى زياده. بس دي المحاضره خلصت، اتمنى ان يكون الشرح يوضح حاجه ان شاء الله.